من ساعات انتهت الجولة الثانية من جولات الحوار الوطني، المرأة والطفل وقضايا التمكين الاجتماعي ودعم الأكثر احتياجا، محاور مهمة كتير جدا على مائدة الحوار. النهاردة مشرفانا ست النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لنتعرف منها على آخر الأخبار أو إيه أهم الأخبار والجولات في الحوار اللي مصر كلها مستنياها وبتستناها كل ست، انتظارا للعوائد الحوار وأثاره على الأسرة المصرية وعلى المرأة والطفل بمزيد من المكتسبات. سيادة النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم بالسادة المشاهدين. أهلا بيكي، وطبعا حضرتك طبعا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صحيح. وبالمناسبة دي بقى عايزة أعرف من حضرتك يعني إيه آخر أخبار مستجدات جلسات الحوار الوطني الجديدة، إيه الأهم الموضوعات اللي طرحت للمناقشة وإيه ردود الأفعال كمان على الموضوعات؟ يعني طبعا الحوار الوطني بداية هي حالة حوارية في منتهى الأهمية، سواء في الفضاء السياسي أو في الفضاء الاجتماعي أو في الفضاء الاقتصادي اللي يهم كل الناس دلوقتي. وإحنا أعتقد يعني كل القوى مرحبة جدا جدا بهذا الحوار لأهميته الشديدة. إحنا كنا محتاجين بعد وقت طويل جدا من التحديات الجسيمة ومن الصعاب أننا نكلم بعض وأننا نرى الرؤى المختلفة لكل المكونات الفاعلة في المجتمع ده، بتحط رؤيتها ايه، بتحط هي شايفة ايه للي جاي. لانه في ظني الامال الكبيرة قوي المعلقة على هذا الحوار لازم تاخده، لاننا نخرج منه بمخرجات واضحة نتفق عليها تكون هي خارطة الطريق للمستقبل القريب على الاقل. انا مش عايزة اقول ان كان في استعداد للحوار الوطني، انا عايزة اقول ان كان بقالنا مدة في سعي كمان للحوار الوطني، او في حاجه في احتياج للحوار الوطني. هي لحظه مهمه جدا جدا، لا يخفى على احد انه احنا تحت ضغط اقتصادي كبير. صحيح. حصل بعد ازمه كورونا وبعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، زاد كمان حده الضغط ده بشكل يعني كل بيت مصري تقريبا بيلمسه. والاقتصادي عندنا كسياسيين مش منفصل عن ابدا السياسي ومش منفصل عن الاجتماعي، لانه ببساطه هدي مثل بسيط، لما بيبقى في ازمه اقتصاديه ما بيبقى ليها انعكاسات مباشره في نسب العنف اللي بيعاني منها كل بيت على سبيل المثال، بيبقى ليها انعكاسات مباشرة على جودة التعليم، جودة الحياة. فكل الحاجات دي في الآخر ينظمها إما إجراء تنفيذي أو قانون. فإحنا بنسعى أننا نشوف التحديات اللي قدامنا كلنا كمجتمع عاملة إزاي ونضع لها حقوق حقيقية، حلول حقيقية. الحلول دي جاية من كل الأطراف، مش جاية بس أستاذة أميرة. يعني بالنسبة لحضرتك ذكرتي الطفل والمرأة وكده، أهم الحاجات اللي طرحت على مائدة الحوار. يعني أنا بس حابة السادة المشاهدين وحضراتكم أوضح إحنا فين من الحوار الوطني دلوقتي. الحوار بدأ وتمت الدعوة ليه بعد إفطار الأسرة المصرية، وبعدها بوقت قليل تم إطلاق منصة من الأكاديمية الوطنية للتدريب عليها، باب مفتوح لأي حد من الشعب إن هو يقدم مقترحاته أو ما يطرحها أو رغبته في المشاركة في هذا الحوار. وعندنا كمان المنظمات اللي هي المنظمات السياسية، سواء الأحزاب السياسية أو نقابة العمالية أو جمعيات الأهلية، كل دي مطروح أنه يسمع صوتها. ليه بقول بس إحنا فين من الحوار؟ أنا كعضو مجلس أمناء إحنا دلوقتي في المرحلة التحضيرية للحوار. يعني في ناس تقدمت بمقترحاتها، ويمكن في الجلسة الأولى لمجلس الأمناء تم إذاعة التوزيع الجغرافي للمتقدمين بالمقترحات، وطلع أن مصر كل المحافظات جات منها مقترحات. الشباب، الفئات العمرية، الشباب جي منهم مقترحات، الكبار جي منهم مقترحات، فكمان متوسطات عمرية مختلفة تقدمت بمقترحات للحوار، ففي رغبة في المشاركة. طيب مجلس الأمناء دلوقتي دوره إيه؟ إحنا لسه ما بدأناش فعليا الحوار على الأرض. هو المواطنين تقدموا بمقترحاتهم، بعض الأحزاب السياسية تقدمت بمقترحاتها، والجمعيات والنقابات وأعضاء مجلس النواب والشخصيات البارزة إلى آخره. ولكن دور مجلس الأمناء إن هو بقى يضع ذلك في تنظيم دقيق علشان نقدر نفرش الحوار ده على أرضية صلبة واضحة. مقترحاتهم كعناوين مثلا، عناوين ده اللي حصل في الجلسة اللي فاتت. يا أستاذة منى، إننا انتهينا من المحور السياسي. المحور ده محور مهم جدا، هيبقى تحتيه عدد من القضايا اللي تهم أي حد شغال في الفضاء السياسي، منها على سبيل المثال قوانين المحليات أو المحليات بشكل كبير. دي حاجة تقريبا برضو بتلمس كل مواطن بشكل مباشر، شرعه اللي هو عايش فيه، شكل المشاركة في القرار بالضبط. فده أحد اللجان الأساسية اللي مطروحة تحت المحور السياسي. تكلمنا في المحور السياسي على المشاركة السياسية. إحنا عندنا لا نخفي ذلك أبدا أنه في عزوف عن المشاركة السياسية،
بشكل عام لأسباب كتير قوي. عايزين نرجع ده، عايزين نرجع الرأي والرأي الآخر تكون هي الثقافة السائدة. فالمشاركة السياسية عندنا الأحزاب السياسية ووضعها، قوانينها إيه، ما ينظمها إزاي، يفتح لها المجال بشكل أكبر. دي أحد المحاور، أحد اللجان الثانية. واللجنة الثالثة طبعا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، دي حاجة مهمة جدا جدا. فالحريات وحقوق الإنسان كمان هي اللجنة الثالثة، ودي للجان التي اتفق عليها مجلس الأمنة. ودايما حضراتكم عارفين مجلس الأمنة ده تشكيله يعني من كل القوى السياسية المؤثرة، فهو مجلس تشكيله متوازن يعبر عن التوازنات في هذه البلاد. فاتفقنا على ده في المحور السياسي اللي احنا انتهينا منه، ومتبقلنا في الجلسة الجاية محورين في منتهى الأهمية، وهما المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي. طيب أنا هأترك المحور الاجتماعي والاقتصادي باعتبار أنه لسه لم يتم التطرق ليه لحد دلوقتي، ما تمش مناقشته بشكل في استفاضة. لكن أنا هقف عند المحور السياسي ومشاركة المرأة في الاستحقاقات السياسية ودورها كشريك في العمليات السياسية وتأثير ده إيه، وكمان في اللي بيتعلق بحقوق الإنسان. برضو حضرتك تكلمتي أنه ده تمت مناقشته، المرأة فين؟ إيه الحيز اللي بتشغله المرأة باعتبار طبعاً إحنا برنامج ستات، شفنا ستات ورجالة، فعايزين نعرف هي واخدة مساحة قد إيه من المناقشات؟ أنا بس هتوقف برضو مرة تانية وأقول لحضرتك أنه المناقشات لم تبدأ بعد الحوار كعناوين رؤوس أقلام. هي رؤوس، فإحنا اتفقنا على رؤوس مواضيع هذه اللجان. اللجان دي لسه بقى هتناقش التفاصيل، بس خليني أتكلم على المكاشفة فيما يخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية. إحنا للنهاردة لسه الكوتا هي التي تضع المرأة وتدفعها في المجال السياسي، سواء في المجالس النيابية بشكل يعني واسع. طبعا في أداء نوعي مغاير بنشوف النهاردة حقيقي، تمكين جاد للسيدات، وبنشوف هؤلاء السيدات أدائهم مختلف جدا وعددهم أكبر بكتير. إحنا مثلا في المجالس النيابية ده أعلى تمثيل للمرأة في تاريخ المجالس النيابية المصرية. إحنا عندنا النهاردة عدد من الوزيرات طبعاً. عدد من الوزيرات ما كانش موجود قبل كده. احنا بنشوف النهارده في الشركات الكبريات، الشركات يعني في مصر، في مجالس ادارات تترأسها سيدات. بس هل ده كافي؟ طبعا انا في يعني في وجهه نظري الدائمه لا، ده مش كافي ابدا. والتمكين السياسي هو انعكاس لوضع المراه الاجتماعي، يعني ما بينفصلش على فكره خالص، يعني كل اللي بالزبط. جاي بقى هيأثر ازاي بشكل الاقتصاد وشكل الاجتماعي طبعا. انا محتاج الشارع هو اللي ينتخب المراه عن جداره، ان هو احنا في الفتره دلوقتي اللي هو بيرى فيها امكانياتها اللي هو تم تمكينها، فالناس بتبص هي قادره تغير الفضاء العام ازاي، ايه الاطروحات اللي بتحصل. وبنشوف دلوقتي حتى انتخابات في احزاب سياسيه جايبه سيدات على راس هذه الاحزاب وفي مناصب قياديه. انا نائبه رئيس الحزب بتاعي، يمكن ما كانش عندنا نفس القدر من المشاركه في الماضي. حضرتك لمستي نقطه مهمه جدا، اسمحي لي اتوقف عندها. احنا عندنا القياده السياسيه بتدفع المراه في كل المجالات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتمكن المراه، وفي برامج تدريب وتوعيه وتثقيف للمراه المصريه في اقصى ارجاء جمهوريه مصر العربيه. احنا مش بس على مستوى القاهره باعتبارها العاصمه والاسكندريه المحافظات الكبرى، لا دي بتروح لقرى ونجوع واقاليم، وبيتم تدريب المرأة المصرية وتثقيفها، وهي الحقيقة في استجابة كبيرة جدا من المرأة. أعتقد أنه العطل في فكرة قبول المجتمع لسه لحد دلوقتي، أو إحنا عندنا عطل أيديولوجي شوية عند المجتمع. إزاي إن إحنا نقدر نعدل ده؟ في كذا عطل يعني في كذا عطل، في عطل للأسف عشان يوصلوا لمرحلة أنهم ينزلوا الشارع زي ما حضرتك قلتي ويدفعوا بالمرأة عن جدارة وعن استحقاق ورغبة حقيقية من المجتمع. نوصل لده إزاي؟ هقول حضرتك في عطل يعني بيحصل دلوقتي في تعاطي مختلف بتجديد الخطاب الديني بشكل عام، ولكن في عطل مؤسس وهو الفهم الخاطئ للدين. صحيح. الفهم الخاطئ هو دي المشكله اصلا وتطبيقها طبعا. دي حاجات يعني انا سعدت جدا انه وزارات زي وزاره الشباب والرياضه حديثا مثلا مهتمه بتصحيح مفاهيم ارجوله، زي علشان ده يتطابق تماما مع ازاي نفتح المساحات للمراه بشكل جاد، لانه المراه والرجل هما شريكين رئيسيين في كل ما يخص المجتمع. صحيح. ولازم واحنا بنصلح هنا نصلح هنا المفاهيم المغلوطه بشكل عام. فالمفاهيم المغلوطه دينيا هي طبعا لغايه النهارده عامل مؤثر. احنا لغايه النهارده بنشوف في الصعيد نسب كبيره من النساء لا يرثن
دي ملهاش كمان علاقه بالدين، ده موروث ثقافي، عطل ايديولوجي او بالزبط. فكري عند الرجل بقى يعني هو بيظلمها، فاحنا عندنا خلينا نقول ولا مش هنقول رجل وست يعني عن انا ما بعملش اكتر استاذه اميره يعني مين اللي محتاج استناره؟ لا الحقيقه كل الاطراف محتاجه استناره، احنا محتاجين اصلا حتى التربيه اللي بنربيها لاولادنا تبقى اكثر استناره، ودايما فكره الاجيال القادمه والاستثمار فيها حاجه مهمه جدا كمان، انه ولادنا يتربوا ازاي علشان نشوف المجتمع ده كمان 10 و20 سنه هيبقى شكله عامل ايه، هم مرايه المستقبل. هي قد تعلم حقوقها للمراه بس ما بتطالبش بيها، وهي دي المواطنه الصح، ان انا ابقى عارفه ما ليا وما عليا من حقوق، ان انا ابقى عارفاه. هي ممكن تبقى عارفاها بس ما بتطالبش بيها وخايفه، عندها خوف دايما. ان انا ابقى عارفاه زي ما حضرتك بتقولي يا استاذه منى، دي حاجه مؤسسه جدا، ان انا اقدر اطالب بيه واعرف حقوقي فين فاطالب بيها بشكل يعني فاعل فعلا، دي نقطه ثانيه. والاهم بقى ان انا لما اطالب بيها لا يتم قهري، ودي نقطه مهمه، او عنف طبعا. بالظبط، هو القهر نوع من يعني شكل من اشكاله هو العنف، او يعني العنف اللفظي كان او العنف الجسدي، والتعريف بمفهوم العنف في ناس طبعًا. في دماغها لحد دلوقتي العنف لازم يكون ضربها خالص، لا ده العنف لفظي ممكن يبقى بالتجاهل، التجاهل بالظبط، العنف السلبي. انا عايز اروح لفكره الحوار الوطني، الكلمه نفسها لما رنت في ودني ادتني انطباع انه ده مش بس اجراء سياسي، او هو اجراء بيتم من اجل الوصول الى خريطه الطريق على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما الى ذلك، الحوار الوطني هو أسلوب حياة، أنا بزرع ثقافة جديدة في المجتمع صحيح. المصري اسمها الحوار، الحوار ده ينطلي على مجتمع وينطلي على نواة المجتمع اللي هي الأسرة، ما هو هنا لما الأسرة تفهم إنه يعني إيه حوار وإيه هي أدوات الحوار وثقافة الحوار والاستماع والفهم، فممكن ده مع الوقت يدخل جوه البيوت ويبقى الحوار، فبحس ان هو ينقذنا من حالات الانفصال والطلاق وعدم الفهم اللي حاصله في كتير من البيوت. حضرتك لمستي نقطه يعني في منتهى الاهميه، ازاي ننقل حاله الحوار السياسي والحوار الجاري الان لانه يبقى حوار في كل بيت مصري. صحيح صحيح. لاننا نقدر كلنا انه الحوار هو وسيله جاده جدا انه يبقى كل كسبان، يبقى ما فيش حد من موقع قوه اللي هو يعني نبقى فعلنا بشكل جاد انه يبقى قوة المنطق هي الغالبة. لا طبعا ديمقراطية النهاردة بيفتح لك المجال ان صح. كل بيت يتكلم بالزبط. وهنا وعي الام بقى يعني كم ام بتسمعنا النهاردة شجعت ابنها ان هو يتقدم مثلا في يعني في لجان الشباب او المؤتمرات اللي بتحصل طول السنة، بيفتحوا الدولة بتفتح احضانها للشباب طول الوقت عشان يتكلموا، بس هنا دور الام، امهات ليهم دور محوري كالعادة يعني في تحريك كل ما هو حتى لو مش عارفه تقول له خش اعمل سيرش وشوف الشباب بيتقدم ازاي، بيتكلم ازاي، بيقف قدام سياده الرئيس ويتكلم ويقول نفسه في ايه وبيطمح في ايه، بلد يكون شكلها ايه الفتره اللي جايه، وايا كان شكل المشاركه، حب الشاب ده يشارك في حزب معارض يشارك، حب يقول رايه باي طريقه كانت يقولها، بس المهم انه يبقى في بيوتنا بالفعل ده حاصل، انه حاله الحوار دي تبقى هي الاساس، محدش بيفرض منطقه من غير ما يكون شاف انا اشعر بايه، انا بستقبل اللي انت بتفرضه عليا ده بشكل عامل ازاي، يبقى في التربيه ويبقى في حوار الازواج مع بعضهم ويبقى في حوار الحقيقه حتى الجيران مع بعضهم، الشارع مع بعضه، الجروبات اللي على السوشيال ميديا بالظبط، وجروبات المامز مثلا بالظبط، هم يبقى ارساء فكره على الرقيه والتحضر، وده خطوه جديده للامام. احنا مش بس بنتكلم في اقتصاد وفي اسعار وفي صحيح. حقوق الست وده، لا احنا بنتكلم في احنا اصلا مصر هي رقيه، هي حضاره، هي تاريخ، فاحنا مش بنخلق ده، هو موجود بس احنا عايزين نحافظ عليه ونطلع بيه خطوات لقدام نعلم العالم كله. بس انا عايزه اروح هنا لمنطقه الشباب وبروزها كده، انا طبعا المفروض ان انا بتكلم عن المراه بس اسمحوا لي اتكلم عن الشباب، لان هم ابهرونا يعني بعد كذا استحقاق سياسي بدا الشباب ينور، الشباب المصري يفرح، فتم التركيز معاهم، فتم الاستماع ليهم، فتم الاستفاده منهم ومن افكارهم، فتم توظيفهم في اماكن كثيره جدا في مفاصل الدوله، فاثبتوا جداره واعتمدنا عليهم. ففكره تبني الشباب في الفتره الاخيره دي فكره يعني مش اي دوله في العالم عندها الجراه دي، جراه محسوبه في محلها في الاتجاه الصحيح. طيب اما اجي النهارده اتكلم مع الشباب طبعا اكيد هتكلم عن التعليم، هتكلم عن التعليم هنقول جامعات، طب امتى بقى هدخل مفهوم التعليم الفني باعتباره لا يقل اهميه عن الجامعات وربما بيتفوق عليها في كتير من دول العالم، اللي خريج تعليم فني
الساعه بتاعته اغلى من خريج الجامعه ومن الدكتور ومن المهندس ومن المحامي. يعني امتى هنكسر الصوره النمطيه دي؟ حضرتك اتكلمتي برضو على حاجه في المنتهى الاهميه وهي تمكين الشباب وازاي الشباب ممكن يكون محرك رئيسي في التغيير. يعني احنا شفنا النهارده انه في المواقع التنفيذيه لما شباب في اعمار العشرينات جديا يعني بقوا في مواقع زي نائب محافظه بالكامل بياخد هذه القرارات لملايين المواطنين حرفيا، وقبل بلاء حسنا للغايه يعني مقارنه بخبرته ومقارنه بعمره. بالعكس شباب دايما زي ما حضرتك قلتي عندهم الجراه، لانه انا في اللحظه دي مش هيبقى عندي الكتير عشان اخسره، ومش هيبقى عندي انغلاق فكري نتيجه تجارب كتير حسيت بعدها ان انا ما اقدرش. انا حاسس طول الوقت اني اقدر، وحاسس طول الوقت اني لسه كده طازج زي ما بنقول. وجراه محسوبه مش متهوره. صح. وراها كمان وعي ام واب زي ما حضرتك قلتي، مهم قوي احنا بنتحاور في ايه في البيت، مش هيطلع كده فجاه، ده شيطاني ده على فكره. وكمان انه الشباب يكون عندهم الانفتاح الكافي انه احنا نستفيد ازاي من تجارب الكبار، وازاي نستفيد من الخبرات الكبيره، فيبقى في تكامل، مش يبقى في اي نوع من انواع الاقصاء. فسواء في المواقع التنفيذيه او حتى في مجلس النواب الحقيقه النهارده لما بيبقى برضه نواب في عشريناتهم وفي ثلاثيناتهم يحملوا هموم المواطن في الشارع ويعبروا عنها بشكل جاد، دي تجربه مهمه جدا. التجربه اللي انا جايه منها تجربه شباب تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، وازاي مكنت شباب بشكل جاد من كل الاحزاب والاطياف السياسيه. دي كانت حاله حوار حقيقيه بداناها في الفضاء العام من 4 سنين، علشان انا وانا جايه من تيار معارض اقعد مع حد من اقصى التيار اليميني ونقدر نوصل لتفاهم ما، علشان احنا الاثنين بنحب هذه البلد بجد. نفس الشيء انت عندك رؤيه مغايره في اي موضوع اقتصادي اجتماعي سياسي، ازاي نلاقي مساحات مشتركه؟ وده بالمناسبه هو مفهوم الحوار، المساحات المشتركه. المساحات المشتركه اللي بتحافظ لي على الوان الطيف السياسي اللي هي حاله سياسيه صحيه جدا في اي دوله. الفكره مش ان احنا بنقصي اللون من الالوان السياسيه او ما بنسمعوش او بنقمعه او بنعمله ريجكت، لا بالعكس، ده كله موجود على مائده واحده، كله بيتكلم، كله بيقول رايه، كله بيسمع بعضه، كله بيفهم بعضه، بيقرب جهات النظر. صحيح. في الاخر اصل الهدف واحد، هو الهدف مصر. اشرتي حضرتك لمساله التعليم الفني، ودي حاجه مهمه جدا، قضيه رئيسيه في قضايا التعليم. بس هو التعليم الفني مش هيحصل فيه تقدم حقيقي غير لما الاعلام يقدم النموذج. صحيح. الجيد في المسلسلات وفي ونغير المفاهيم الخاطئه السلبيه اللي في حياتي. فانا احب اني اكون متقن لعمل ما ايا كان العمل الفني اللي انا بعمله ده، ويبقى المجتمع مقدر ده. مش مثلا يعني انه يبقى انطباعه الاجتماعي انه لو شاب او فتاه تعليمها فني ما تبقاش هي الاكثر جاذبيه للزواج، فدي تقدر في المنظومه الاجتماعيه بشكل مختلف. بالعكس، جدراتك هي ما تحسن صنعه، مش ابدا الشهاده اللي الحاجه اللي انا بتقنها وبابرع فيها. بالزبط. كمان بالزبط. طيب طبعا كمان حضر. فكره حياه كريمه وتغيير حياه 60 مليون مواطن. طبعا. كرمينا عن اهم المحاور الجديده فيها، برضو هيكون الفتره الجايه ظهرت ولا لسه؟ حياه كريمه من اهم المبادرات الاجتماعيه ان لم تكن الاهم يعني في العصر الحديث، حرفيا تهدف لتغيير حياه نص مواطنين هذه البلد. والمشروع طموح للغايه، يمكن شويه التبعات الاقتصاديه هتخلي حاجات تحصل على فترات اطول، ولكن انا بدعو الجميع للاشتباك. يعني حتى بقول دايما انه احنا هو جايين من طار المعارضه مثلا، بس ده مشروع قومي جاد جدا جدا، لازم ان احنا نسنده ازاي؟ بالانخراط فيه، علشان نقيم حتى ما جرى انفاذه بشكل جاد، فنحسن نشير اليه ونقول ده كويس، واللي ما اتعملش باحسن شكل نقدم البديل ازاي ممكن يتعمل بالشكل اللي يخدم اكبر عدد من المواطنين. فانا دايما الحاجه الوحيده اللي انا يمكن ما بحبهاش هي ان انا لا يا ده مش نافع، انا مالي. دي الحقيقي هي السلبيه اللي احنا عايزين نغير شكلها. خليك ايجابي وابني وقول رايي يا ابني. بالزبط. ما يهدش، لان احنا بنبني طول الوقت. بالظبط. عندك راي مغير قول هذا الراي، ولازم كمان نبقى متسقين مع انفسنا. صحيح. ونبقى الفضاء العام يسمح بوجود هذا الراي الاخر ويسمح بيه بشكل جاد، فاحس ان انا امن وانا بقوله واقدر اعبر عنه في كل القنوات المختلفه. ودي اهم حاجه اظن انه الحوار يهدف اليها، وهي فتح هذا المجال العام علشان نقدر فعلا نستفيد بكل الاراء المختلفه ونأصل فكره المشاركه بشكل عام. حياه كريمه برضو اسلوب حياه، لانه هي حطت نموذج ملهم جدا لدول كثيره. خلي بالك طبعا انه هي تحسين حياه 60 مليون مواطن مصري، يعني اكتر من نص الشعب المصري. طبعا. وكمان انا هقول لك بقى على حاجه، كنت بدردش مع حد النهارده فبقول له عم فلان هو حد صديقي، فبقول له انت عندك بطاقه تموين؟ قال لي اه. قلت
له بتروح كل شهر كده تاخد حاجه البيت وده بتدفع فلوس؟ قال لي لا، هي الرسوم بس الاداريه، لكن الحاجات ببلاش. احنا في مصر بنوفر تموين مجانا لكام مليون مواطن مصري، وبنسعى لتحسين حياه اكتر من 50% من الشعب المصري في نفس الوقت اللي العالم كله بيعاني من ازمات اقتصاديه طاحنه، لدرجه ان الدول العظمى بدات تحط اجهزه انذار في السوبر ماركت على الاكل والشرب، لانه بدا ان في ايد بتطول احيانا، الناس مش لاقيه في الوقت اللي احنا طالعين فيه لقدام، واحنا بندعم واحنا بنقدم للمواطن وعايزين وبنسعى وبنجتهد في ده. فده طبعا خطوه جميله جدا وجريئه جدا ومحسوبه جدا جدا، وبتقول ان مصر بخير وهتفضل بخير وربنا حارسها ان شاء الله. انما كان في وعد كده كنا احنا خدناه على خلفيه القوى الناعمه، الاعلام والمسلسلات، لما المسلسل تطرق لفكره قانون الاحوال الشخصيه، فسياده الرئيس بنفسه وعد انه هيتم النظر في قانون الاحوال الشخصيه بما يضمن انه الجميع هيكون متساوي والجميع متوازن، مفيش ظلم لحد ابدا. فهل ده، انا عارفه ان تنسيق شباب الاحزاب كانت اتكلمت يعني كرؤوس اقلام برضو في القصه دي، عايزه اطمنينا بس عشان الستات عايزين يطمنوا. انا عايزه اتكلم في موضوعين بصراحه، يعني استغل الفرصه الطيبه دي جدا، انه حضرتك كلمتي على مفهوم التنميه في اللي بتحاول تحققه حياه كريمه. طبعا احنا كبلد مش هنقدر نروح ابدا لمكان افضل الا مثلا نسيطر على قضيه زي القضيه السكانيه، ودي قضيه اجتماعيه بامتياز، القضيه السكانيه بتلتهم كل ثمار التنميه. طيب ده حله ايه؟ ده حله حاجات كتير. اتنين كفايه كنا بنتكلم فيها من يومين هنا، يعني فكره اتنين كفايه وجوده الحياه نفسها. هو كمان مش بس انها تكون مبادره من الحكومه يجب ان يلتزم بها المواطنين، هو لازم نفس الخطاب يكون توعوي واعلامي وديني، وكمان القوانين. يعني انا النهارده الناس بتخلف وهي لا تملك قوت يومها حرفيا بهذه الاعداد، ظنا منهم ان الطفل ده هيكبر يساعدهم فيكون هو مورد ليهم، فادخل في مشكله ضخمه ثانيه وهي عماله الاطفال والتصرف من التعليم. فاحنا لما بنحاول نلاقي حلول، بنحاول نلاقي الحلول اللي بنسميها حلول شامله، اللي هو لما انا انمي شخص واغير البيئه اللي هو عايش فيها، انا لازم اغير شكل تعليمه واضمن ان هو بيتعلم بشكل جيد، ولازم اخليه قادر يلعب رياضه، لازم شفنا ده يمكن في نماذج المجتمعات اللي انتقلت ليها من العشوائيات. فمساله حياه كريمه هي محاوله ايجاد هذا الحل التكاملي لكل القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه، علشان الاقي مواطن فعلا قادر يواكب هذا القدر من التنميه. الحاجة الثانية اللي حضرتك كنتي بتشيري ليها، وهي موضوع في غاية الأهمية، اللي هو قانون الأحوال الشخصية، وهلبس هنا الطاقيتين الحقيقة. طاقيه كوني عضوة في مجلس النواب، وإحنا عايزة أقول لحضرتك نردم كأعضاء مجلس النواب برسائل من الأمهات المذعورات ومن الأباء اللي شايفين أنه القانون ده مش هيكون في صالحهم. وهنا المفصلي في روح هذا القانون هو المصلحة الفضلة للطفل. صحيح. الاسره، لانه احنا امام طرفي بنسب الطلاق لا تخفى على احد، طرفين متنازعين بنهايه الامر. مفيش قانون هيرضي طرف الطرف ده او الطرف ده بنسبه 100%. فهنا تصبح مصلحه الجموع، الاسره والطفل اللي هو مش قادر يعبر عن نفسه، دي هي الاساس الرئيسي لفلسفه القانون اللي ينتظره ملايين المواطنين الحقيقه. وهو لازم، وده اللي بنقوله للناس، ان هو كان لازم ياخد الوقت ده واكتر علشان تتم دراسته بشكل كافي، وعلشان الجامعات الاهليه تقول رايها، وعلشان اهل الدين يقول رايهم، والاحزاب السياسيه وكل من هو له طرح في هذه المساله الاجتماعيه بالغه الحساسيه، ونحاول نسد الثغرات لان هي دي اللي بتستخدم بعد كده. طبعا طبعا. وبالمناسبه القانون، حتى هو القانون، يعني احنا النهارده بنقعد في مجلس النواب نعدل قوانين قائمه. مهم جدا يكون المطروح قانون جيد، وهو ليس يعني سقف الامر القانوني ده بيتعدل بمرور الوقت، ولكن يجب ان يكون قانون جيد جدا جدا يتلافى ثغرات زي ما حضرتك بتقولي، والمشاكل الجامه اللي حاصله من القانون الحالي للاحوال الشخصيه. وده مطروح جدا في المحور الاجتماعي، احد اهم القوانين اللي اغلب القوى تطالب بالنظر اليها هو قانون الاحوال الشخصيه. طبعا سياده الرئيس برضو يعني بالتوازي مع مجهودات حضراتكم في البرلمان والتنسيقيه وغيرها، بيشكل لجنه من متخصصين، علشان هو شكل لجنه بتبحث كل اطراف القضيه، تحاول تصيغ في الاخر قانون احوال شخصيه متوازن يضمن مصلحه الجميع، واولهم طبعا على راسهم الطفل.
بالظبط. كمان استاذه اميره كلمينا عن شباب بلا مأوى وازاي تنسيقيه شباب الاحزاب ناقشت الموضوع ده مع جهود الدوله طول الوقت. الحقيقه في لجنه يعني او احد مخرجات عمل التنسيقيه هي مساله الاطفال بلا مأوى ومساله بنتحاور فيها مع الجميع سواء وزارة التضامن الاجتماعي أو الجمعيات الأهلية القائمة على هذا الأمر أو حتى المؤسسات التعليمية اللي ممكن لما الأولاد دول ينخرطوا فيها تصبح لهذه القضية حل. وحتى الناس نزلت الشوارع عملت مسح يعني ممثل أو جاد علشان تبقى لمسة القضية بشكل كبير، لأنه تاني دي قضية مركبة للغاية. لو في طفل في الشارع، الطفل ده أو الطفلة دي تتجوز جواز مبكر، بتجيب أطفال هم في الشارع تاني وهم قنبلة موقوتة اجتماعيا واقتصاديا وعلى جميع الأصعدة. فالقضية دي محل نقاش طبعا، بدأنا ناخد فيها خطوات جادة، ليها بالمناسبة حلول وليها حلول واضحة، منها أنه إيه الأطفال دول بيفكروا فيه وهم بيتسربوا من المؤسسات الاجتماعية اللي بتأويهم ومن البدائل علشان نقدر فعلا نوفر ده بما يقلل تماما نسب تسربهم او بما يجعل الشارع مش مطروح بالنسبه لهم كأحد الحلول. فاطفال بلا مأوى كمان نتمنى لكم التوفيق في كل اللي ناقشنا فيه، وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني طبعا. وانا مبسوطه بيكي قوي على فكره، يعني سعيده جدا انه في امراه مصريه بكل هذا القدر من الثقافه وطلاقه اللسان ما شاء الله، يعني ربنا مديكي حضور وطلاقه وعلم. فبجد بتمنى لك كل التوفيق وفخوره بكل ست مصريه قادره ان هي تحقق خطوه على ارض الوطن الغالي. شكرا سيادة النائبة وأميرة صبري عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نورتينا ولينا لقاءات أخرى إن شاء الله بعد الحوار بقى ما يتفتح في كل المجالات. شكرا لحضرتك. وبعد الفاصل صالون رائع ما بين رجالة وستات، هل التعاملات المادية بين الأزواج رصيد في الحب ولا في البنك؟ خناقة بقى ربنا يستر علينا في الصالون بعد الفاصل، استنونا.